وجدت دبي أنه في عام 2050 سوف يحتاج كل فرد إلى 70% كالوريز أكثر يومياً، ولهذا ستلجأ دبي لطباعة البذور، بمعنى أنها ستعيد إنتاج بذور النباتات بدون مياه وبدرجات رطوبة مناسبة. وفي 2050 سوف تكون دبي مصدرة لمكعبات البروتين المستخرج من الكائنات البحرية كالأسماك. تصوروا أن سيكون هناك روبوت للغذاء سيقوم بتحليل ما يحتاجه جسمكم من فيتامينات وسيقوم بإنتاجه هكذا. هذا ما سيكون عليه شكل الغذاء في 2050، سيحتوي فقط على ما يحتاجه جسمكم من فيتامينات ومعادن وغيرها.